الجلسة الكهربائية أول كان المريض لازم يدخل المستشفى وينوم، حاليا صار المريض يجي مثلا 6 الصباح يقعد تحت الملاحظة ساعة ساعة ساعتين، يعطى الجلسة تحت الملاحظة ساعة ساعتين، ثم يروح بيتهم. الشرط الوحيد أنه إذا راح بيتهم وهو اللي يسوق السيارة في شخص ثاني يوصله، ويجي على وقت الجلسة الثانية، فيكون جيته للمستشفى 3 مرات في الأسبوع خلال الأسبوعين الثلاثة الأولى. بس آلية الجلسة هو مخدر بالكامل؟ بالكامل تحت البنج الكامل، فبالتالي يكون نايم يبنج لمدة دقيقتين ثلاثة، يعطى الصدمة الكهربائية عن طريق الجهاز ثم ينفك البنج عنه. كم مدة الصدمة؟ تقريبا ثواني. ثواني ما تدري ثواني بالضبط. وهو مخدر بالكامل. مخدر بالكامل بمعنى أنه لا يشعر أصلا بشيء أبدا، ونتيجتها تكون سريعة. نتيجتها مقارنة بالعلاجات الدوائية اللي تأخذ تقريبا أسبوعين إلى 3 أسابيع سريعة. إيش رأيك؟